صعوبة في زد؟ ما في صعوبة نهائيا، كلكم ما شاء الله تبارك الله ستايلش. الستايلش تقدر تجيبوا الاكسات، تقدر تجيبوا الكيو حقته الثلاثة لما تسوي الالتي، تعرف متى تدخله، تعرف كيف تلعب من السايد، تحط الدبليو، تعرف كيف تفرم، كيف ما تفوت في اللين، تعرف المايكرو ميكانيكس حقته كلها، ما شاء الله عليكم محترفين كلكم واحد واحد. مشكلة هذول نفسهم هم اللي يلعبوا ياسو، اللي يقولوا ياسو سهل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، جيناكم بمقطع جديد ستريم هايلايتس. الكليبات اللي موجودة فيه مأخوذة من بث اليومي على منصة تويتش، اللينك موجود تحت في الديسكريبشن. إذا عجبك الفيديو لا تنسى تسوي شير ولايك وسبسكرايب، وإن شاء الله تنبسط. ألولو يا قلبي يا قلبي، إذا فزت البليسمنت كلها في أي رانك يحطونك قريب من الرانك اللي كنت عليه، فلو مثلا كنت بلات 1 حيحطوك بلات 4 ولا بلات 3. قالوا السنة هذه حيسووا سوفت ريسيت مو هارد ريسيت عشان ينزلوك قريب من المحل اللي كنت فيه. إذا أنت دايموند 4 مثلا فزت العشرة يحطوك بلات 2 بلات 3، ولا دايموند 3 مثلا يحطوك بلات 2. شكلها هرجع جولد؟ لا ما ترجع جولد، من دايموند ما ترجع جولد، مرة صعب. أنا أتمنى أني أكون غبي. بس عشان عليك احمد ذا كينج، اسمه مو ذا كينج، احمد اسمه احمد ذا كينج، ما شاء الله تبارك الله. كلهم ابو عراب زي كذا، كلهم امراء وملوك وشيوخ واصحاب ملايين بسم الله ما شاء الله تبارك. We'll never get this, you'll never get this, la 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 la. دي سي يا اخي لاق زي امس كده. قول دي سي سيري حسبتني اكلم دي سي كيف طلعت اول بلها. دوبل كيل انتهى الجيم. نيكسوس از اندر اتاك. هلو از ات مي يو ار لوكينج فور؟ اي كان سي ات ان يور ايز، اي كان سي ات ان يور سمايل، يو ار اول اي ايفر وونتد اند اي دونت نو واي. I just don't and I don't know what to do. Are you somewhere feeling lonely? Or someone loving you? Tell me how to win your heart. All I got it can't have blue. Let me start by saying I hate you. Oh, no. Danger.
Enemy slay. انا بطلت رانك تراي هارد. انت ما حد يعرف لك والله يا باد. كل يوم هرجة فقعة. لما تصير رجالة تثبت لك على حاجة واحدة تعال كلمني. يوم بطلت الجيم يوم رجعت الجيم يوم بطلت يوم لعبت جيم تاني يوم تراي هارد يوم ماني تراي هارد. هل لك رجال بطلت تراي هارد. انمي تيم هالسرندرد يا ريت كلهم يسووا سرندر كده يطلعوا. حاليا ايدي كاري تعيس جدا تعيس والله. العب شيء ثاني غير الايدي سي ملل. هتقول لي كل يوم اقول لنفسي يا ولد اطلع توب يا ولد تطلع ريل بسرعه يا ولد اطلع توب اسمع بلا هبل بس يا اخي اطفش. اروح العب رينكتون جيمين اتحمس بعدها اطفش بس لازم والله. والله الايدي سي مره وضعه سيء صراحه سيء سيء سيء. حتى لو لعبت جن وكذا وهذا فزت الايرلي يور فاكن ايجنسي شيت وخذ جن وعندهم ثلاثه تانكات داير خلي جن ينفعك ايجنسي ما تعرف ايش يعني ايجنسي جوجل سيز وكاله. ايوه ايجنسي لحالها وكاله زي ايجنت من ايجنت بس في ليج او في الالعاب عامه لما الشامبيون ولا الشخصيه ولا الرول ما عنده ايجنسي يعني ما يصير كيف اقولها بالعربي يعني حتى لو فزت الايرلي جيم يور ميد ليت جيم امباكت از فيري ليت. ايجنسي حقتك المقابل تلعب مال فايت مثلا هي هاز هيوج ايجنسي. تلعب الكاري توبس حاليا عندهم ايجنسي مره كبيره يو امباكت الجيم الميد ليت بطريقه مره مهوله منه فايده يعني بكل بساطه. What rank do you think you can achieve at Wild Rift if you were interested؟ ما ادري والله ما لسه ما شفت الجيم في الهاير ايروس. خلينا نوصل بلاتين نشوف. الجيم اسهل كثير من الجيم الاساسي يا عباده بس كمان الادابتيشن حق الناس لسه مو بدري يعني. جيم زي هذا اول سيزون it's very easy to get very high it's very easy. هذا لما الناس يتعودوا على الجيم that's another story. I mean isn't it nice to be of few masters players as well there? Yeah. اي تاني ماستر زي لما كانوا بدا السيزون صرت ماستر في بدايه السيزون ولا صرت تشالنجر في بدايه السيزون بعدين ترجع لمحلك الاصلي. It's not worth it. شيء ثاني لسه الميتا ما تكونت وايه تشامبيونز احسن وايش الكومبوزيشنز هذه كلها لسه مع الوقت. الاستراتيجيات ايش تلعب في الجيم ايش الجنجل باثينج ايش هذا كله ما تكون فدحين it's just for fun. يعني قدام بيصير الرانك صعب بيصير صعب اكيد قبل ما الناس تتعلم ويصير قلت لك في ميتا وفي شيء طبيعي زي الجيم الاساسي. الجيم الاساسي كان سهل مثلا الجولد كان مره سهل صار دحين الجولد زيه زي البلات. بسرعة بليز خلص الجيم جي جي. سيلفر 1 يا عيال